وش السالفه؟ ابطي تهنى يا ابن الحلال، مشغول وذا تعرفون مجاني خبر مشغول وذا مشغول. لا والله كان عندي شويه اشغال كذا وتفاجات. بسم الله عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. ما دخل ما دخل ان شاء الله ما تنشغل الا في طاعه الله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. على العموم ايش رايكم نسوي عيشه؟ تم تم مبشرك الندب بالاسبوعين ما شغلت ذا اليوم. اعتقد غير اليوم بشتغل فوق فور دي ما ادري ايش اسمه دفلوك اليوم بعد دفلوك. ها طيب نضبط العشاء وش ولا مالكم خاطر؟ الا والله انا اللي معك. انا والله اني معك. انا والله انا مقاطع المطبخ ذا. لا يا شيخ. اي والله اني مقاطع تعبان. اي مقاطع السواق يا رجال. ايش بعد السواق يا اخي؟ مضايقني حتى السواق الرجال هذا. الرجال والله من يوم حريه شخصيه صح. خلاص يا سلام عليك. ابو نايف ما سوى شيء السواق مسكين ضعيف. الله ضعيف اليوم مثل مستكبر كيف حالته. هذا يضحك. طيب ترى الجو عادي جدا. انا جاي داخل عليكم كذا بطريقه مفاجئه صح. بضغطكم بنضبط اليوم. والله انا جايب رحت الديره صدق ما اكذب عليك. رحت يليك اي شيء يليك. لا ما عندك مشكله سكن على الله. بسم الله. اللي يبغى يسوق لا حد يقوم. لا والله اللي يبغى يشوف اللي يبغى يشوف بسوي عيش ان شاء الله. بندر الرجال ذا برا الموضوع. عيش ويش؟ احنا نعرف عيش غير. هذا عيش غير. ها العيش عندنا غير وعندكم انتم. ايوه رز ولا وش؟ لا لا عيش نازلوا صار في بندر. شفت اجهلوا عندنا مالكم. يعني والله ازل اي بنضبطه بنضبطه. صار فيه نظام غذائي المستشفى. لا يا شيخ ما له علاقه عندنا حسيه من كذا. نظام غذائي ما يشمل الاكلات الجنوبيه. تفضل تفضل. بالعكس انه هو الدواء فيه. الدواء فيه. الدواء فيه. ايش حالك؟ الله يسلمك. انا كلمت الشباب قلت دخلونا الاغراض. وصل؟ حلو حلو حلو. تبغى اللبن حتى بعلمكم انا بشيء عندي راح يعجبكم. ثاني شيء انا كم مره علمتكم قلت لا شوف شيء كنت انت احبكم تجمعون الحجر جنب بعض. حلوين نقبطيت قلنا الرجال. لا لا ما عليكم الامر بسيط ان شاء الله بنصلح اللي هو المشغوثه كذا. كان في واحد من الشباب قد لمح لي بكلمه كذا قال تصابيع او مصبع. مصبع مصبع انت اللي قال هذا اللي مصبع. مصبع والله عطنا بسويها المكعرمه. المكعرمه تبغى بس المكعرمه تبغى لها وقت. تبغى تسويها والله هي. ولا مشغوثة تنكري لحسة عيش عندنا في الدنيا. ودك لحسة عيش مع سمن وعسل وحياته اللي ودك. طيب هم عندنا خلنا نشوف خلنا نشوف. يا نادر الله يصلح. يا نادر شوي هذا لي شيء نحذف الادمي. احترام احترام يا نادر. سبحان الله العظيم. تبغى المساحه دي ولا انشلاني؟ ترى ما ياخذ وقت. ايه حلو. هاك هاك هاك. هاي عيوني. هاي قل. هاك غسل ذا. كل شيء تمام. تمام. فين اللبن؟ هذا اللبن. يبان لبن. يبان علوم. ايش ناقص؟ ايش تبغى؟ بدري فين نجيب ذا؟ فين الحاجات حقتي؟ ها جيبها جيبها. ها بجيبها انا. يلا جيبها. كيف الحال؟ يا اخباركم طيبين؟ تقول اليوم وش الاكله؟ شو اسمها؟ مشغوثه. مشغوثه؟ ايه مشغوثه. مشغوثه؟ إيه؟ مره جابوا لنا هنا بيوم إيه؟ الاكلات الجنوبيه جابوا لنا المشغوثه. حسيتها اقرب ما لها العريكه صح؟ شيء يعني شويه مختلفه اخف من العريكه. ايوه اخف بس اخف شويه. خلاص خلاص ما ابغى هدف. يعني ابغى اسكر راسي. خلينا نحط هذا. غسلته؟ لا بس غسلته. بس غسلته؟ حليلك من حياتك. طيب ايش الاملي؟ هات هات العده هاتها. انا حذفت بالعده وجيت على طول هنا. خلينا نشوف. طيب حط اللبن هذا كامل. صبه؟ صبه كامل. كله؟ كله. بندر ها هاي ما ما يحتاج البس. هذا غسل صابون. تبغى تلبسها انت البسها. ها هذه ما تغسل بصابون. لا لا ما تغسل نظيفه اصلا جاهزه.
اقول لك يعني صابون يعني يفضل اذا كان نوع الخشب مو بزين ولا شيء، لكن هذه عادي اغسلها بصابون. الغرب اغسلها بصابون، في شجر اسمه الغرب يصلحون منها الصحون هذه اللي اسمها الصحفه. اي صحفه كذا خلاص، هذه كانوا يستخدمونها زمان من شجره الغرب، يدقون منها الاكواب، يدقون منها بس صارت تعزي الموروث الشعبي موجود هنا. نحط فيها العيش، نحط فيها المرق، نحط فيها اللحم، نحط فيها كل الاكلات الشعبيه فيها، فيها مقاسات كبيره صغيره. هذه جبتها معي. طيب فيها فيها الاصليات اللي هذه هذه من الاصليات دي، خشبه الغرب اسمها، هذه اصليه دي. وفي نوعيات يستخدمها من اخشاب ثانيه شفت، بس ما تدوم ما تاخذ وقت. هذه تعينها في سوق الثلثه مره، جانا خالد المحسن يوم جاء جابوا لنا زي كذا، قالوا ذي ما تغسل يعني تغسل ما هو ما يفضل انها تغسل، ينقع الصابون فيها صح. يعني مثلا تصب مويه فيها صابون وتخليها خشب طبيعي، الخشب يشرب بشكل عام شفت، ممكن يشرب ويمسك الصابون فيه، فيفضل انك تغسلها بسرعه وترشها وتخليها كذا علشان تنشف بس. حطيت اللبن، ابي لي الله يجزاك، ابي لي خمس اذا جيت ان شاء الله وديتك سوق. لا ابي لي خمس. وش هي اكله ذي؟ بشيل لكم خمس خوايا اكله؟ خلاص بس ما ادري من عنده لبن معزه. طيب لا ما بعافيكم يجي توت، اعطني العلبه انا جبت العلبه اللي عندك حقت اللبن وين هي؟ والله يعطيك العافيه نبغاها علبه اللبن. انا احد ترى في قياس في المشروث او العيش والاشياء ذي، اذا استخدمت لبن سوق شفت لا ما تقدر تضيف عليه الدقيق على طول، هو اصلا عباره عن لبن ودقيق المشغوث هذه، لبن ودقيق ومعه شويه ملح. لكن لبن السوق التجاري اذا احنا نستخدمه لازم نخففه، مو زي اللبن البلدي يجي خليش صح ولا يقول حماضه عندنا صح؟ ايوه لا ما يحتاج انا اعلمك، بس احنا نبغى المكعرمه يعني اذا ودك تبغى المكعرمات والله، بس يبغى لها عجن وشغله وتعب تاخذ وقت تاخذ وقت. لكن المشغوثه يا زينه كذا على طول تضرب مع سمن وعسل موجود على كيف كيف. هبنا نبغى ما والله هيك هبنا ما هبنا ما وانا اخوك حط فيها العيش جبنا ما طيب زي الصحة العادي ها؟ زي الصحة العادي الصحة العادي بس هذه بالطريقة التقليدية تطلع على كيف كيف. اصلا الصحة الحالة حكاية الحكاية والله وجودك حكاية جميلة طبعا. هبونا ما يلا معجوبي شغل عليه ايوه شغل عليه صب صب لا لا ما عليك صب. هذه المشغوثه هي توك تذكريه شوي لا حال واو سالوا وضعك في تاخير في تاخير ايش بك يلا يلا دقيقه احد مضايق شيء هذا زمن صدق يلا اثر جوع كل ابشر والله بس اليوم ترى استعد عب الغنى العادي زياده ايش ايش تبي زود زود ايش الحكمه والله في كل اللبن هذا ثقيل فهمت ما هو من اللبن الخفيف يلا نصب الدقيق لا خله شويه هذا عشان ما يفصل علينا الحين زد زد في زيت تقطع كذا زدنا ما الله يبارك بعد ايه قفل هذا خاطري ايش تقول شغله صار طعمه ما ما اكيد انه ما حطينا يا معجب الله يعطيك العافيه انا نادر هذا معجب مع تراخ بطل ليه تصب انا اعلم كذا خفيف ترى مره لا ما يحبني ما يحبني على بالكم انه بنشربه يحبني هي تعال بوريكم انا على بالكم انه بنشربه لا بتحطه ايوه احنا نبغى نخفف هذا هنا لتر ذا بنحط معه لتر مويه ليش؟ لان هذا ثقيل مره صح بيعجن معنا فاحنا بنصب هذا يا دوب يخففه هذه مشغوثه هذه ايوه يا قلبي هذه مشغوثه تاكل اصابعك وراها خلاص هيا هات خلينا ناخذ لنا مشخل كيف يعني؟ امي لاني ادري انه يدعي دعوات طيبه ما هو مثل بعض العرب زي كانه يقول اجاني ما تبدل فيك جعل الدنيا فضل يا اخي انا جاي لك عاد تبيها ما تبيها كيفك الله يجعلني ما تبيها حرك طيب قبل ما نحط والله صار خفيف قبل ما نحط المشغوثه ذي على النار حط عطنا من الدقيق خلينا نجيب لنا كوب ولا نجيب لنا شيء في كوب ورق تبغى ورق؟ اي كبار اي ما في بصار ذي كبار الا الا كبار بخير الحمد لله انت اي والله يوفقك ما قصرت يا اخي والله كان خاش راعي الخشخاش اسلم مقاسات اسلم اسلم امسك هات 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 الله يعطيك العافيه ايش بتخليك واحده يعني؟ شفت يا خشخش هات هذا النتيجه ما خشخش انا حاطه بعزبتي
هاك حط هنا ما خش خش نحط شويه نربط اللبن بس طيب. حركه 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 بسرعه 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 حركه ايوه فين الملح الملح وينه الملح يا عيال يا عيال يا اخي ما خل دوران 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 خله خله إيه؟ خله خله خل الملح راح ينطفي خله يفرقني بلاي ثواني عليه خله يفرقني نعطيها شويه ملح بسرك عاد الوجه ضبط الملح ما اعرف الهلو اسم الحضانه تحتك يا ابو سالم حاطري شويه قد لقاه اه كذا خفيف والله اني انت زين يا اسفال اي والله هذا المحلي ماشي مرحبا دقيقه بس شو تسوي؟ حرك الملح بدي اشارك بس عشان تكون لي بصمه لا لا ما يحتاج زدها زدها دقيق حط يدك مع يدك كذا اعطني ثواني روح انت سمح لي صب لك كوب ثاني ها زبط هاي الدور دقه دقه يلا 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 حرك 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 خلاص كذا عشان نضمن لو حطينا اللبن على النار ما ينفصل انا حطيت الدقيق اربطه اول شيء عشان اذا غلي صار في حراره في اللبن ما ينفصل يكمل فهمت اخي حركه حلوه كذا كنا فرقه صح فرقه زي حركه البلسه اوه لا بدت بدت يلا شغل عندنا طق النار هتعطش عمل معاك فوقها فوقها ايوه يا سلام عليكم يا سلام يا سلام النار تكوي من هو اطمئن رجل واطيها اعطيني فرصه خليني افتك اياها اهلي يلوموني ولا يدرون اهلي يلوموني ولا يدرون عد اشرب الحين احس والنار تحرق رجل واطيها والنار تحرق رجل واطيها كمل والله ما شاء الله ايش يقول يقول اهلي اربع فناجر في يد المازيون اربع فناجر في يد المازيون تو ضحايا العيد شاريا تو ضحايا العيد شاريا أهلي يلوموني ولا يدرون أهلي يلوموني ولا يدرون والنار تحرق رجل واطية والنار تحرق رجل واطية الله 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 أتا 50 هذا من أفضل الأسواق خلص أتا 50 لا تبيات من أفضل الأسواق الله خلص من أفضل الأسواق قول أمشي روح مرحبا الله يرحم والديك أبو حنيف هذا أقلق حلو يلا أبو فترة التصوير هذه هذه يسمونها فترة التصوير يلا شوف كذا شيل عبالة لا كذا شيل عبالة حلاوة حلاوة يا سلام لازم الحركة دي ابو سالم اعطى فرصه اعطى فرصه لين يتبدل شوي خليه يجمد ها هذا السمن جايبه هذا الحين تو ما تسوي نفسك دور سمنه دور اي حاجه اه يسمع اربع مناجر في يد الماء لا لا بس حلو حلو مشي سلام لا مشي تمشي نوع السمن تمشي اصلا اي بالله دبست ما شاء الله اقول لك نبغى المشروث على كيف شيف قادم الى الساحه وبيقوم ايه حلو سلام شوف كيف خليتها رغوه ما لا وقت من النار ما هي النار والله انا النار ما تحرق الا رجل واطيها انا انت اللي مخمخ خليتها وش اسوي يا اخي النار كذا هي حلو حلو ما عليه ترى اتوقع باقي يرتفع لف لف شوف لا لا كذا هو على على لا لا هذا ايش وش هذا ابطيت مجاني خبر لا لا هو كذا هو وزنيته كذا صح كذا وزنيته ولا لا؟ اي خلاص مظبوط خل اعطى فرصه شويه بتشوف بالله تحس ان لا لا هذا اقوى اسطوانه جديده ولا شنو؟ اقوى عندي كويس فتاكد من الاسطوانه يعني لا لا فيها 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 غاز ترى صارت سهله الاكلات الشعبيه ذي والله انها والله انها صارت اسهل منها من كانت قدام ترى صعبه يا اخي ترى كان فيها صعوبه ما هي بسهله سحن خفه علمنا جبنا بها ولا جاي من وين؟ هاي شنو هي؟ رحت بها الله اكبر علي رحت الديره عندنا هناك كيف الاجواء كيف؟ طيبه والله
كيف الحياة؟ لكان حاضرين هاي دتنا كيف الحياة؟ بدأ برا يا اللي بطلع يجولك لا فترة ما يطلع عرفت اللي يجولك أبدا يقول ما شوف يقول أنت أطلع أنا ما أطلع لا فترة بطلع كيف الحياة برا قال يا رجال كل يوم انه طالع لكن الرجال يروح المستشفى عاد ما ادري بعد تعبان هذا بعذره لكن اتكلم يروح بعدها ولا ما هو يروح انا صراحه رحت مع مره المستشفى والله عرفت وين يروح دايم الله يجعلها في الذمه لا 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 والله لا 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 تتهمه لا امزح امزح لا بالصدق كذا يا اخي ابو هنيف الصدق اي علمك عليك وتعلم علي طالع حلوين روح اجيب لك شويه دقيق بعد عرفت ذلك اللي يجونك الظهر ايه لك حيدا الطلب حضرينه بنحط الطحين روح روح حرك 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 اسعد الله مساكنا اللي ملكني يلا بحنيه لكان هيدا مو متمسك مع بعض عم بنحركه ايوه منشان يتمسك مع بعض هيدي الاكله اكله جنوبيه مشغوثه بالسعوديه اسمها مشغوثي حلو هيدي كثير ناس بيحبوها كثير ناس بيجون للجنوب عشان ياخذوها الان احنا بنحضرها لكم هنا بالرياض هيدي العين ان شاء الله تعجبكم اسلم وصراحه هيدي تعلمت الطبخه هيدي من تيتا تيتا جدتها جده جده فلوة تيتا فلوة عم تعمل هيدي الطبخات كثير كثير جدا وبتعمل خبز التنور والله انا اقول لك ابغى اجيب فرن ثاني جبت خبز الميفا باستدعي الفرن الثاني شكل اقوى غاز ذا ايش رايك عندي فكره اي وش الفكره يشغل لا لا خله 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 عندي فكره شغل العينين وهنا وهنا بسم الله عليك والله ما شيء الفكره ما والله سويت بس ما سويت شيء يعطيك العافيه لا هناك زين هناك زين لا خله معلش بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم ضبطها قلت لك والله بيطول لا لا ما بيطول لا خل خل اللبن كذا اللبن الدقيق والخاله وال... ابو يوسف صالح بلوي هيدي الطبخه مشغوثه بنعملها انا والشيف بندر الشهري ابو سالم قلب لبناني خلاص الله يعوض الله لا تشوف الوصفه قبل شيء لا لبن وطحين لبن بيحط لبن اذا هو لبن تجاري زي كذا مشهور إذا جبت مثلا لتر لبن حط عليه لتر مويه عشان يخف معك لانه ثقيل شوي منشان شوية ملح وحطينا معه دقيق دمجناها مع بعض كذا وحطينا على النار الين يبدا يغلي وهو بيتماسك وبعدين نزيد نضيف الطحين إذا بغينا إذا نبغى نشده شوي هيدا اللبن من السوق من السوق بيجي تقيل شوية هي تجي اللبن البلدي ما بي أعطني أعطني كوب دقيق أوكي اعطيه ذكر دقيق لا يفصل عليه ابو يوسف تعال وين رايح؟ حتى تنام بيروح مثل يلا صالح صالح البلوي على وين يا قلبي؟ يجي يجي بس صالح البلوي من يوم انه جاء لنا 91 يوم ما سوى لنا اكله شماليه لا شماليه اوه تسوى سوينا خميعه اوه حلو خميعه وعندك المليحيه ما سوى ما سوى ليه؟ لا يمكن ما فاضي كسل كسل لا لا ان شاء الله نسويها هذه مليحيه لازم نسويها ان شاء الله كان انت البرنامج جبتينا يا رجل ايش بك واذا ما زالت بعدين نزلت تقابل نسوي مليحيه الحاده اي والله وكشتة كشتة ابشر والله انا قلت في كشتات ابو ابو سالم نبي لمن لمن الله ييسر نامر اي نبي لنا كشتات عالميه نبي الله يحييكم مرحبا كشتة عالميه هلا كيف كيفكم بعزمكم عند البلد طول العمر احلى شيء وربيع وناسه ان شاء الله فين فين هذا في مكان ما ما ودي اقول بس حايل في مكان ما في ما يعني مع ناس الله يعطيهم العافيه عندهم بلو عندهم طبخوا اللحم في الحليب طابخين اللحم في الحليب اللحم طابخين في الحليب اي حل هذا انا يوم شفته ترى قوليني يا بزاز الديره ايوه يا اخي انا قلت يمكن يزين يمكن ما يزين شيء شيء لا اله الا الله اكله صراحه شيء خلقه ربي من الاردن ايش اسمها؟ المنسف قصدك منسف اي طيب الملحيه الشماليه وش منسف هي منسف اي بس تختلف على حسب الاماكن يعني شفت الاكلات الشعبيه ممتده يعني عندنا في الجنوب مثلا في بعض الاكلات تلقى احنا مثلا نسميها المشغوثه ترجع جهه مناطق يقولون لها عيش ونسميها عيش برضه
ايش حقين تهامه اللي يسمونه يقولون كذا على حسب شفت انا تختلف في عندك الحين في شمال المملكه شفت انا الابليحيه لو تجي تطالع التفصيل حق ثلاثه الاشهر في الشمال القريه يقولون الابليحيه جهه الارض يقولون لها منسى شفت انا عندنا اللبن لما يطبخونه في اللحم يحطونه في اللبن اشياء زي في شرطه المنسى يقولون لها في الديره عندنا فرق هذا طحين بلدي فرق من فين تجيبونه؟ هذا الطحين بلدي صح المطحنة فتختلف على حسب وتختلف على حسب الأداء من جبل حسب الأداء هو عم بيستهني بس عادي هو بطبخ ترى سفهني قبلك شغلنا هيك هو سفهني قبلك الثاني عادي إيش المشكلة لكن هيدا طحين بلدي تأخذه من المطحنة ما بتأخذه مع اللبن صح هذي بشبك يا معجب اليوم هذا بلدي صح ها لبيك يا أبو بلدي سالم هذا برو ها عيني أنت تقول قلت لبيك والله ما أشوفك اليومين هذه حزين يا قلبي حزين من الشتاء ما ادري ايش بك حزين هو خاطري خاطري حزين كئيب الدنيا من دونه هذا اللي هذا اللي هذا اللي لم من الجراح الشتاء ولا حزين من الظما يطير دخيل الريشتين اللي تضمك حل عن عيني عشان البارت هذا سلامتك ما في معلوم واضح الحاسيس صوتي سيء انا حاسس دخيل المعجب تعبان يا رجال دخيل المعجب ايوه والله شكلك تعبان ايوه تعبان الخاطر هني في شيء في الخاطر ما تدري بلا الله المستعان يقول ايش يقول سعد الرشيدي مبغابل يا حسين جيت كلي مبغابلك يقول لا تزعلني تحكم علي اني زعول زعول وانت تدري مستحيل ازعل الا من بلا هلا مشكلات غلطتك ما تقبل انصاف الحلول والمصيبه لك محبه وتقدير وغلا غلا قلت سامحني وانا والله اني مدري ايش اقول اخاف اسامحك مره تاخذ حلا تاخذ حلا غلا خذ حلا انت ما انت هل تأيد ان 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 المسامح في المحبه والغلا يعني يكثر الغلا ولا انك اذا من غلط عليك إيه؟ تقعد مسامح كل مره انا أيد يجرئك اذا سامحت بتكرر نعم في في غير في مكان يعني حكمت فيها يا اخي اسمعني اسمعني بس تدري وين المشكله انت عدل اوله ما اقول لك انا ما اقول لك وقف وقف لا بس يعني اعطاه تنبيه ان هذه يزعل تزعل هلا هيا يا اخي سلام ان هذه تزعل ولا تجيني ولا تبغى اما اذا كررها شوف الاوله يقول لك قد قالها بندر بي بي. اما ادري ايش بعدين قال ثالثتها طلها خذ حق ودي الاوله تروح معه الثانيه معه الثالثه لا الاوله ما ادري ايش الثانيه بالدبل في مكان يعني لكن تدري وين المشكله الرابع ما ايش يقول حالها تبدا تعلها ايوه تدري وين المشكله وداهم عتف طلها رابعه ثلاث عقل رابعه عتف طلها وخذ حق ودي تدري ايش يقول الشاعر الودي قلبي ايش يقول يقول اللي ما يزعل ما يزعل يا قول انا بس انعك اصبر اجل انا اتكلم معك اقول لك امثال اقول اللي ما يزعل اللي ما يزعل ما يزعل يا ليل هاك امسك هذا حرك هاي خلك حرك على خفيف اللي ما يزعل هذه المشبوذه الجنوبيه طلع المشبوذه الله ينعم اللي ما يزعل ما يزعل ما يزعل غو يا مشغول يعني المقصد انت بتزعل وتزعل سلمان هلا يا سلام يبيها هو بالله بالله يا شيخ ابو نايف تبغى هاي السفره اللي ما يزعل ما يزعل اكثر من هذا اللي ما يزعل والله صدق والله انا من الناس اللي فعلا تختلف مع سافر انا فاهم شويه والله اول شيء ابو نايف مرحبا ارحب روح القصيم ارحب يا انا كلنا يا كلنا يا صدري حتى خير الخلق ذريحه اي لا الحين لكن فيها لي صبر قوي يزعل الجديده وش رايك في التجاره هو شغالين عندهم سوق اسمه الجديده طلعت من الموضوع الاساسي ورحت هناك ما ادري وش ذاك العنيزه ولا الفريده ما ادري وش ذاك شوف يا استاذ بندر بالله شوف هل هذا منظر متسابق هل هذا منظر متسابق ياخذ بطانيتي ويروح لكبش الروم؟ على وين يا ابو؟ على وين؟ ترتبون الشغل؟ انا قدمت في هناك عندي 2000 هذا شكلي بدخل غرفه عليك بصارح لا تخليك مشغول اجعلها بصارح حفاظه في حاجه لا 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 شويه خلها ودي يقوم القدره سلمان سلمان وش بك تقول فك 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 طيب اقرب شيء تقول لي شو كذا؟ عند دور ثقل اي خلاص كذا طيب وانت كنت ابغاها خفيفه؟
لا ابغى ثقيل لا ودي تقول بس اول اول بالتدريج ترولا بالبنطلون يعني تخفى بعدين عشان اذا سخن اللبن ولا شيء واحنا ما حطيناه بالتدريج يبي لها سكر احط اصبعي ولا ايش لا لا تكفى يا سمع نبغى لنا جايبين عسل كفايه حط ودك لا ما نبي نتسلم تكفى لازم لازم كل شيء يسوي يسوي نفسي ثقيله صح خله باقي تبقبق بس اصبر تثقل اكثر يا لبي البقبقه حلوه ها بقبقبق يعني الواحد سلمان. ما ادري ايش يقول الصراحه يعني اي والله سلمان انت كل واحد انه رقد كمل نوم بقبق على طيب شوف شوف يا اخي انت فيك ايش فيك انت يا كنا ايش اسمه اجل تحس ودك تمسكها زي كذا وتشرب سلمان اذا بقبق تخلصت يا بندر النار ما تحرق ابو دنا غير الله 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 علينا يا عادي تومي بشلف الهجر قدامي يا عادي تومي بشلف الهجر قدامي أنا عندي مطالب عم بازين ولا بكني منا أطعم بازين ولا بكني منا الأيام ما قصرت تغرب على الحامي الأيام ما قصرت تغرب على الحامي والناس من تالي يتشكك معادنا والناس من تالي يتشكك هلا 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 عادتومي بشلف الهجر قدامي عادتومي بشلف الهجر قدامي أطعم بازنة ولا بكني أطعم بازنة ولا بكني ليام ما قصرت تغرب على الحامي والناس من تالي يشكك معادنا والناس من تالي يشكك معادنا ايام ما قصرت تغرب على الحامي ايام ما قصرت تغرب على الحامي واحد يمكن تغرب على الحامي من عاوزين اذان اذان في واحد المزيد ها ولا عادته تفضل واحد التاريخ خلاص يا شباب سلمان هدي وقت الاذان من اللي بيأذن يا شباب احمد حليف احمد حليف الاذان فيك يا انتهى موضوعك الاذان فيك خلاص بيض راجك يا معلم انا بصلي لكم اليوم التاريخ كم شنو التاريخ التاريخ كيف التاريخ؟ اليوم شوف جوالك والله بدري اغسطس اليوم في اليوم ظاهر 11 11 اغسطس تو جبناه 13 اغسطس و لا احنا جايبينه قبل شوي 26 حار ينتهي في يوم ميلادي يعني يوم ميلادي ممكن فساد بعض المنتجات الغذائيه ما شفته فساد لله اي مره زين خله بعدين بسام بسام وين هو وين والله ما ادري بسام بسام انا صديق ابوك قطع شيطان كيف الحال بسام شوف تتابع ترى قاعد يتابع والله قاعد تتابع قاعد تسوي مشغول قاعد تسوي مشغول وانا ما نسوي اخذ والله اكيد انا بدخل سلمان اللي مسويها طيب ابشر اقول سلمان هو اللي مسويها